زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لشارع الحبيب بورقيبة القات صدى كبير من المواطنين كسوسوا لهنا ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ساعة انت كمواطن تونسي شنو رايك في الزيارة هذه؟ في الحقيقة نقول للسيد رئيس الجمهورية قم فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الأقذاء أجفانا عجل لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا. نقول له ألا انهض وسر لا تنحني لا تنكسر لا تنثني لا تندثر قاوم انتصر رغم الحروب رغم الكروب رغم الخطوب سر في الدروب قاوم 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 انتصر الفجر لاح حي على الفلاح قم للكفاح قاوم 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 انتصر. البارح على مواقع التواصل الاجتماعي برشا الناس نادت بالنواب او السياسيين او القادات البقيه كما المشيشي وراشد الغنوشي انهم يهبطوا للميدان كما قيس سعيد. انا اقول في الحقيقه من يزرع الشوك يحسد الحسك وها هم اليوم يكتوون بنار ما زرعوه من أصواتنا من دمائنا من عرقنا من دموعنا من شبابنا من نسائنا من بناتنا من أطفالنا من العاطلين من المدمرين نفسيا من المصدولين من المحربشين ومن غيرهم. هذا البلد الداوه للمصائب السبع وعدونا يريد ما فوق الأرض وما تحت الأرض والعرض والفرض والمرض. الحقيقة الناس هذوما ما بقالي باش نقول لهم إلا اداركوا ما بقالكم. أنا لا أريد دائما لي فيهم أناس أعرفهم من زمان ولا أريد أن أجرح الناس ولكن جرحتمونا إلى النخاع جرحتمونا من شيخنا إلى الصغير والكبير واليد بتحت الحصير. هذا المستقبل أصبح أظلم نراه لذا فأنيروا دربنا. علاش غصة البكاء هذه؟ هذا العلم حييته في يوم ما وعمري 17 سنة ونصف فقط في بوفيشة وكان العلم يرفرف في البحر وأنا لا أرى إلا البحر والعلم وورائي الشعب التونسي وورائي شعب مضطهد شعب مظلوم شعب مفقر شعب مجوع شعب يعاني الأمرين وينوء تحت نير الظلم والفقر والمهانة والاستغلال. كنت يومها أنظر من خلال مرآة العلم والدائرة البيضاء ورفرفة العلم الأحمر أرى شعبي ودمعته وأردت في يوم ما أن أرفع هذه الراية أرفعها نعم اليوم بلساني أقول لأعظام مجلس النواب كفى كفى كفى. لا أقول كلام آخر لأنكم تعرفون ما في صدور الرجال وتعرفون هذا الشعب هذا الشعب. نعم أنا لا أفرق بين النساء والرجال والأطفال أيضا ومن يريدون أن يتنسموا هواء هذا البلد الجميل. نعم لنا أعداء نحن نعرف أن هناك ضغوطات خارجية وهناك لوبيات داخلية تعمل معا من أجل إسقاط هذا البلد واقتياده إلى التطبيع اقتياده إلى زريبة المطبعين والغارقين في الطبعة. نحن نريد أن نعيش بكرامة في بلدنا نريد أن نرفع رؤوسنا في هذا البلد ولذا نقول لهم عاونوا الشباب. هذا عندنا مليون شاب هذا الشباب إذا تحرك وأنا أعرف وعيه وأعرف هذا لي 20-40 مسميهم أنا 20-40 عندنا من 20 إلى 40 ضباط أحرار وعندنا جنرالات وعندنا طبة وعندنا محامين وعندنا 4000 باحث ينجموا يقريوكم يلي في مجلس الغبن في مجلس النهب في مجلس بيعان تونس ينجموا يقريوكم 4000 شاب اللي مطيشين في الدروج بتاع وزارة التعليم العالي باحثين. نعم يتقدون حماس من أجل خدمة وطنهم ومن أجل خدمة شعبهم ومن أجل لذا أنا أقول بالفم الملآن وتعرفونه من الغنوشي وأنا هابط اتقوا الله في هذا البلد اتقوا الله في هذا البلد أو ستأزكم نار ثورة لن تبقي ولن تذر لن يحطموا كما تشاءون تونس لن يحرقوا هذا الشباب سيبني شبابنا تونس وهو العمود الفقري لهذا البلد وسينهض. وأنا أقول لشبابنا لنهض وسر لا تنثني لا تنكسر لا تنحني لا تندثر قاوم انتصر رغم الحروب رغم الخطوب سر في الدروب قاوم قاوم
قاوم ستنتصر.